مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. ثورة دينية لدعم خلق الرسول صلى الله عليه وسلم وتصحيح المفاهيم المغلوطة، هكذا جاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى المولد النبوي الشريف لأئمة ودعاة مصر، محملهم مسؤولية تجديد الخطاب الديني والقضاء على الأفكار والمعتقدات الخاطئة التي أدرت بصورة الدين الإسلامي. مؤتمرات وندوات وصالونات ثقافية على مدار سنوات جميعها حاولت تفعيل مفهوم التجديد دون جدوى، والسؤال هنا: كيف من الممكن أن نقوم بهذه الثورة؟ وهل هناك من هو مؤهل للقيام بهذا الدور؟ حلقة جديدة من مصر في ساعة نبدأها بأبرز الأحداث. نظمت المشيخة العامة لترقية الصوفية احتفالا بالمولد النبوي الشريف بميدان الحسين، حيث احتشد الآلاف من أبناء الطرق الصوفية رافعين أعلام مصر مرددين أناشيد في حب الرسول الكريم وأناشيد في حب مصر تحت عنوان ليلة محمدية في حب مصر. أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط نجحت في استهداف إحدى البؤر الإجرامية بالمحافظة في إطار ملاحقة العناصر الجنائية الخطرة، وأسفرت عن استشهاد مجند من قوات الأمن المركزي وضبط 5 من العناصر الإجرامية وكميات من الأسلحة والذخيرة. اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لدراسة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تجديد الخطاب الديني والإعداد للصالون الثقافي الرابع حول آليات تجديد الخطاب الديني الذي يقام الأسبوع المقبل بحضور نخبة من العلماء والمفكرين. يسعدني أن يكون معي في هذه الحلقة الدكتورة أمنة نصير، أستاذة الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر. مرحبا بك دكتورة. مرحبا أمنة. مرحبا بكم وبالمشاهدين. مرحبا بك. ومعي أيضا دكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة وعميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر. مرحبا بك دكتور عبد المنعم. أهلا وسهلا ومرحبا. دكتورة أمنة، اسمحي لي أبدأ معك اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وأنت بخير. وجميع الناس وجميع البشر بخير وسعادة، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين. نعم، كل عام والأمة الإسلامية بخير، أعاده الله علينا وعلى كل الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات. اسمحي لي أن أبدأ معك دكتورة أمنة يعني قبل مسألة تجديد الخطاب الديني بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم الرئيس أو قبل ذلك يعني في هذا الخطاب بمناسبة هذا الاحتفال تحدث عن صفات الرسول: الأخلاق، الأمانة، النزاهة، الصدق. نعم. هل نحتاج إلى خطاب أخلاقي قبل أن نتحدث إلى تجديد الخطاب الديني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، نحتاج إلى خطاب أخلاقي. الإسلام يحتوي على ترسانة للأخلاق: الأخلاق الإنسانية، الأخلاق الاجتماعية، الأخلاق الاقتصادية، الأخلاق لحلاقتي بالغير. وبما أن حضرتك بدأت بهذا السؤال، رحمة الله على الدكتور عبدالله دراس عندما أعد رسالة الدكتوراه في جامعة السربون وكانت حول القرآن دستور الأخلاق، فسألته اللجنة اللي بتمتحن وقالت له: هل كل النصوص اللي انت جبتها فعلا من القرآن؟ قال: لم أأتي بأي نص خارج القرآن الكريم والسنة الصحيحة. فكانوا مندهشين اللجنة الممتحنة في جامعة السربون أن هذا الدين يحمل كل هذه الترسانة الأخلاقية لجميع أنواع الحياة في كل شؤون الحياة وحيوية الحياة. إنما نحن للأسف ربما تراجعنا قليلا، ربما نتكلم جيدا عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، عن شمائله، عن رحمته بالضعيف، عن عنايته باليتيم. وأنا أذكر هنا أنه سبق القوانين الدولية التي نشأت في فترة الحروب سنة 1948. ماذا قال لأي قائد في هذه الغزوات؟ إياكم أن تقتلوا جريحا أو تجهزوا عليه، أو تقتلوا عسيفا، أو تهدموا حجرا،
أو شجرا أو تقتل بهيمة إلا لما أكله، يعني حماية الإنسان، ولا تتعقبوا جريح أو تتعقبوا من رفع راية خلاص إحنا يعني هيا بنا للتقابل وللتصالح. لا يعرف الغدر، لا يعرف أبدا انتهاز فرصة الضعيف أمامه. سبق المواثيق الدولية في أثناء الحروب نفسها عندما كان يوصي جميع القيادات للجيوش الإسلامية بأنها لا تأتي بأي عمل يتضاد مع حماية الإنسانية، مع الحجر والبشر والإنسان. نعم. طيب دكتور عبد المنعم، لتفعيل مثل هذه الأخلاقيات التي ترى دكتورة أمنة أنها أصبحت غير موجودة في المجتمع، ماذا نفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كل عام وأنتم بخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات إن شاء الله. التفعيل واجب على المسلم، المسلم لابد أن يكون يعني منظومة أخلاقية متحركة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. العالم الآن وصل إلى مدى في التكنولوجيا والطائرات وطيران الشبح وصواريخ عابرة القارات، ليس في حاجة إلا إلى أخلاق. كيف تستعمل هذه الأشياء في الجانب الأخلاقي في نفع الناس وليس في ضر الناس؟ وكما قالت أستاذتنا الفاضلة إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع المواثيق الدولية القوية قبل الأمم المتحدة، منذ 14 قرنا من الزمان، منذ أن انتصب من بر الإسلام تحت سماء مكة بقيادته صلى الله عليه وسلم، فكان يقول للناس فعلوا هذه الأشياء. يأتي بالقائد ويقول له انطلق أنت ومن معك بسم الله، كما قالت أستاذتنا الفضل، لا تقتلوا، لا تقتلوا شيخا ثانيا. انظري إلى اللقطة، شيخا ثانيا خلاص عمره ينتهي، لا تقتلوا، لا تقتل طفلا صغيرا، لا تقتل امرأة، لا تقطع شجرا، حتى الجمل لا تذبحوا جملا أو بعيرا إلا لأجل الأكل فقط والطعام. هذا الرأفة بالإنسان والحيوان وبكل شيء في الحياة هو الذي يجب أن نصدره الآن. الآن تذبح يعني يذبح البشر باسم الإسلام، أتحدث قبل ذلك وقبل يعني الدخول في مسألة التطرف، أتحدث كما تحدث الرئيس، يسأل عن إتقان العمل، يسأل عن الصدق، يسأل عن الأمانة، ويتساءل أيضا في الخطاب لماذا هم غير موجودين. هنا نرى الواقع، لابد أن ننظر الواقع من كل جانب وليس من جانب واحد فقط. أنا رأيت 20,000 30,000 40,000 بيقتلوا الناس مثلا، هل المليار والنصف بيقتل الناس؟ ما يعني هؤلاء في ميزان الأمة الإسلامية؟ لو أردت أن تحاسبني حاسبني على عملي، حاسبني على مصدري. لو أردت أن تحاسب الناحية الإسلامية شوف الإسلام بيقول إيه، لكن من الناحية الفعلية عندنا في القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، وفي الكتاب المقدس عند الإخوة المسيحيين لا يقتل الآباء بسبب الأبناء ولا الأبناء بسبب الآباء، كل إنسان بجريمته يقتل. هذا كلام جيد، ولكن في النهاية دكتور عبد المنعم هذه صورة للإسلام تصدر للخارج، ليست صورة هذا أصبح ليس موجود فقط يعني في العراق أو في سوريا، لكنه موجود في اليمن، موجود في ليبيا، القاعدة، يعني أصبح هناك سلسلة من التطرف موجودة باسم الإسلام. هناك سلسلات في مناطق أخرى في العالم، في البوسنة والهرسك، في موريتانيا، في كل البلاد، ولا ينسب هذا إلى الدين. لماذا ينسب هذا إلى الدين؟ لأن أصحابه قالوا نحن كذا، هم يحاسبون على ذلك. لكن إن أردت أن تعرف الإسلام ادخلي إلى مصدر الإسلام، اذهبي على جناح السرعة إلى المدينة المنورة، قابلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جماعة من اليهود يا أختي الفاضلة دخلوا في رهط، وبيحكي القصة دي الإمام البخاري، يقول دخل رهط في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة موجودة، فماذا قال هؤلاء الرهط وهم في بيت النبي؟ السام عليك يا محمد، والسام معناه الموت. فقالت عائشة أنا فهمت، فقلت وعليكم السام واللعنة. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يا عائشة، لا تقولي هذا، المسلم لا يكون فحشا ولا يكون ذا عنف، إنما ردي بأدب وباحترام. قالت أو ما سمعت يا رسول الله. انظر إلى المشهد والحوار بين السيدة عائشة وبين النبي صلى الله عليه وسلم.
أو ما سمعت ما قالوا؟ قال سمعت، ولكن قلت وعليكم، قدرت الموقف ورددت الأمر بأدب وبأخلاق عالية ولكن لا أزيد. هذا هو منهجنا وهذا هو ديننا. ثقافتنا الإسلامية متمثلة في قوله تعالى ليس القتل ولا حرق الأجساد ولا غيرها، إنما متمثلة في قوله تعالى فاصفح الصفح الجميل، الجميل وليس أي صفح. متمثلة إن أردت أن تسألي عن الإسلام ولأين الثقافة التي أخذها من داعش ولا من غيرها، لا، أنا أخذ ثقافتي من كتاب الله الذي الآن يجب أن أصدره إلى العالم. متمثل في إيه؟ في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب هذه ثقافتنا وليس ثقافة داعش. نعم، ولكن أنا سؤالي تحديدا يعني إذ كانت داعش تصدر صورة للإسلام، ماذا نحن فاعلون وما هو دور الأزهر؟ في النهاية هناك تطرف. وسألت قبل ذلك عن مسائل بسيطة، سألت عن الصدق، عن الأمانة، عن النزاهة، عن إتقان العمل. هناك من يرى أنه يجب الآن أن يكون هناك نوع من الخطاب الأخلاقي قبل أيضا فكرة تجديد الخطاب الديني لمواجهة التطرف. اسمح لي سأعود إليك، ولكن دكتورة أمنة تفضل. أنا الحقيقة أنا عايزة أبحر أبعد من ذلك. لدينا قيم أخلاقية، كان صلى الله عليه وسلم قدوة في كل شيء جميل يحمي الإنسانية ويحمي الإنسان المكرم في البر وفي البحر. لكن نحن نعيش في فترة للأسف يعني خرج زمام الأمر منا فتلاعبت القوى بنا العظمى. ما أراه، من الذي ربى أسامة بن لادن؟ أمريكا. من الذي يريد أن يفتت المنطقة وبأيدي أهلها؟ شوف بقى الخبص كله. من الذي قسم تقسيمات سايكوس بيكو؟ من الذي أعطى وعد بيلفور لتمزيق المنطقة؟ إذن نحن لسنا حتى في تطبيقاتنا لشريعتنا ولقيمنا الأخلاقية كما تفضل زميل الجلسة الدكتور فؤاد، إن إحنا ليس أمرنا في زمامنا، لأننا عملنا الآتي، عصينا الله في إيه؟ ربنا قال لنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هل إحنا اعتصمنا بحبل الله؟ أبدا، ففشلت ريحنا أو ريحنا. نحن لم نأخذ بأسباب القوة التي تصد عنا من أراد أن يلعب بنا ويمزقنا ويحرقنا بأيدينا ثم دفع أن الإسلام هو السبب. أنت تتحدث مع دكتورة أمنة عن واعتصموا بحبل الله. نعم. يعني هل هناك أعلى من الأزهر الشريف؟ طب أحيانا يخرج من الأزهر نفسه يعني من يفرق في الأمة، من يرسل بخطاب قد يمزق الأمة. نعم. إذن أين الخلل؟ سأعود إليك، اسمحي لي، ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل.